رح كمل اليوم بالميكانيكال برينسيبلز والبيسك الكتريكال وميكانيكال برينسيبلز. رح نحكي شيء سريع عن الكوردينيت سيستمز، بعدين عن الثري فيس سيستمز، بعدين رح نبدا بالماجنتيك سيركتس. عندنا الكوردينيت سيستمز يتهمنا الكوردينيت سيستمز بس عشان يكون واضح بالنسبه للكوردينيت سيستم الصحيح رح نستعمله. عندي هون واي، هذا السيستم بنسميه رايت هاند سيستم. رح نشوف هلا ليش رايت هاند. اذا عملت برودكت من الاكس، ها شايفين الاربع اصابع هذول، من الاكس للواي، وين اتجاه الثم؟ الابهام باتجاه الزر. حتى اعمله هذا اي عم بستعمل رايت هاند رول. هذا عادة معظم الكتب معظم الاصطلاحات بتمشي على الرايت هاند سيستم، ماشي واضح؟ اذا بعمل برودكت من الاكس للواي، البوزيتيف زد، يعني هذا طبعا كله هون بوزيتيف، هذا بوزيتيف زد، هذا بوزيتيف واي، وهذا بوزيتيف اكس. اذا بعمل برودكت من الاكس للواي، يعني اكس ضرب واي، عم بعطيني البرودكت في اتجاه الزد. هذا اسمه رايت هاند سيستم. رايت هاند سيستم، هلا هذا غيره زي ما بدك، لفه زي ما بدك، راح يضل رايت هاند سيستم. يعني امسك هذه لفها كلها، حط الاكس هون والواي لفه هناك، بضل نفسه. نزل الزد هون، ما فيش، هو سيستم واحد رايت هاند. السيستم الثاني الوحيد شو هو؟ ليفت هاند. لو اجينا الان حطينا هون زد، وبدل ما احط الواي هون حطيت الاكس هون وحطيت الواي هون، هلا راح يصير عندي هذا السيستم راح يصير ليفت هاند سيستم. ليش؟ لان لو اخذت هلا يدي اليسرى واخذت من الاكس للواي، وين بصير عندي اتجاه الزد؟ هذا ما راح نستعمله، راح نستعمل هذا السيستم. وغالب الكتب بتتبع الرايت هاند سيستم. انتبهوا، هدول تو ديفرنت كوردينيت سيستمز، ما فيش غيرهم. لو شو ما تبدل هدول تلفهم، يعني لو مسكت هذا السيستم ثبت هدول، لزقت هدول ببعض، هدول ثبتهم ببعض، لفوا زي ما بدك، ما فيش سيستم ثاني، هو سيستم واحد، يا بكون ليفت هاند يا بكون رايت هاند. وهذا نفس الشيء ثبت هدول زي ما بتلفوا ليفت هاند رايت هاند. نتبع الرايت هاند رول، اللي هي اذا بمسك الرايت هاند وبعمل كروس برودكت من اكس لواي، النتيجه محصله عندي في زد. هون لو عملته ما بيطلع معي، لو اخذت الرايت هاند وحطيتها هون، لاحظ هي اكس لواي وين عم بتطلع معي؟ زد. اذا احنا هذا السيستم رح نستعمله، رح نمشي على الرايت هاند سيستم، الرايت هاند كوردينيت سيستم. ماشي واضح؟